طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي نطيح رواتب، نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل، احنا بالعرفانة نطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشة. هذا الفقر هم كذبة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. المتحدث باسم ميليشيا النجباء هدد بتصعيد الوضع الأمني في العراق والمنطقة تحت مزاعم ضرب المصالح الأمريكية في العراق. الموسوي قال بأن الوفاء لإيران يحتم عليهم الوقوف معها في أي حرب قد تشنها الولايات المتحدة على طهران. خلونا نسمع المقطع للمتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء ونرجع لكم. وإذا حدثت لا سامح الله أي حرب على الجمهورية الإسلامية وتطاول الأحمق ترامب، فجميع المصالح الأمريكية في العراق وفي أي مكان يتاح لنا سوف تكون من أهدافنا الاستراتيجية في الحرب القادمة. هذا وفاؤنا لإيران، هذا ديننا لإيران، هذا موقفنا لإيران لا غيره. نعم، يوم أمس تحدثنا عن تباين القوى السياسية في العراق حول العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. هناك من أيد وهناك من عارض وهناك من التزم الصمت. هذا التصريح وسبقه تصريحات أخرى يدلل على أن النفوذ الإيراني في العراق وأن إيران تستخدم ورقتها في الميليشيات في العراق من أجل زعزعة الوضع في حال تضررت المصالح الإيرانية، كانت سياسية أو اقتصادية أو في القطاعات الأخرى. هذا يدلل على أن النفوذ الإيراني واقع حال في العراق بسبب تواجد هذه الميليشيات التابعة له والأذرع السياسية التابعة لإيران. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية. تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ الله يسعدك أخوي. تفضل أبو محمد، صوتك بعيد. أبو محمد ماذا اسمعك؟ صوتك غير واضح. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ صوتك جدا بعيد. وهسه ما شوي؟ لا والله بعده، يعني جدا جدا بعيد. اذا تقدر تحاول تتصل بينا مره ثانيه ربما يكون الصوت افضل. نعم نعم نعم, نعم. ابو محمد من الديوانيه بانتظار اتصالك. هذا التباين كما يعني تحدثنا عليه يوم أمس وهذه التصريحات اليوم، يعني اليوم كذلك موقع أمريكي تحدث بأن شركاء العملية السياسية في العراق على وشك أن يضعوا كل بيضهم في السلة الإيرانية على حد تعبيره. أضاف الموقع بأن هناك مخاوف أمريكية من انفتاح أكبر للحكومة في بغداد على طهران في ظل ما أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
تحدث بأن الاستراتيجية الأمريكية في العراق، الموقع الأمريكي، بأن الاستراتيجية الأمريكية في العراق فشلت في التخلص من الطائفية والوصول إلى حقبة سياسية جديدة، أكد بأن الأوضاع تشير إلى إمكانية خسارة العراق كحليف وقاعدة للعمليات في المنطقة بعد رؤية الحكومة وهي تتورط بالوقوع في أحضان إيران، وهو ما عده بالأمر الخارج عن المألوف، خصوصا بأن العراق على الحدود مع سوريا. كذلك في سياق العقوبات الأمريكية على إيران وتصريح حيدر العبادي قبل أيام بأنه سوف يلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران ولكنه لن يتفاعل كما قال، مركز الدراسات الدبلوماسية الإيرانية هاجم موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي عبر عن التزام العراق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وقال العضو في الدراسات الدبلوماسية الإيرانية صابر عنبري بأنه ينبغي أن تحول إيران نفوذها في العراق إلى تأثير على القرار السياسي، لأن العراق ما زال يضم 8 قواعد عسكرية ونحو 5000 جندي أمريكي، ما يجعل واشنطن هي الأكثر تأثيراً على السياسة الداخلية والخارجية للعراق. أضاف عنبري بأن العبادي يحاول أن يقدم نفسه شخصاً مستقلاً يتخذ القرارات انطلاقاً من مصالح العراق، لافتاً إلى أن إيران قادرة على إزالة العبادي من دائرة السلطة في العراق، بأن إيران قادرة على إزالة العبادي من دائرة السلطة في العراق، هذا بحسب مركز الدراسات الدبلوماسية الإيرانية. كذلك تقرير أمريكي كشفت وسائل إعلام أمريكية عن شبكات التمويل الإيرانية السرية العاملة في العراق والتحويلات المالية لتمويل فيلق القدس وحزب الله وغيرهما، وأفادت تلك المصادر في تقرير استقصائي لها بأن إيران تستخدم فرع بنك البلاد في لبنان إضافة إلى شركات وبنوك تابعة لحكومة العبادي لتمويل ميليشيات منتشرة في المنطقة. أضاف التقرير بأن مؤشر غسيل الأموال في العمليات النقدية للبنوك التابعة لحكومة العبادي هبط إلى 208، مضيفة إلى أن اتهامات كثيرة تحيط بالقطاع المالي لحكومة العبادي بسبب الفساد وغسيل الأموال. طبعا وزارة الخزانة الأمريكية أكدت بأن عمليات غسيل الأموال متفشية في التعاملات المالية لحكومة العبادي لصالح الحرس الثوري الإيراني. أبو محمد من الديوانية عاود الاتصال معنا، تفضل أبو محمد. شلونك أخوي عمر؟ أهلا وسهلا بك، هسه أسمعك واضح، تفضل. أقول لك أخوي العباد ما 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 يقدر يسوي مشكلة حل. ما يسيطر على الوضع. يعني هسه احنا الميليشيات والحشد هو اللي مسيطر على الوضع. زين؟ 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 نعم. ولاحظنا بالبداية شلون المرشد من لح عليهم بأنه لازم يشكلون حرس ثوري عندكم. نعم. لازم يشكلون حرس ثوري عندكم. لهاي الساعة هو يريدونها شوف. لهذه اللحظة هاي. زين؟ نعم. واحنا هسه قاعدين لا شغل ولا عمل، بلدنا منتهي، بطالة، لا زراعة، لا صناعة، وكل شيء منتهي عندنا، زين؟ نعم، زين. أبو محمد، هذا التهديد من قبل المتحدث باسم ميليشيا النجباء هاشم الموسوي بتصعيد الوضع في العراق في حال تم يعني تعرض إيران كما وصفها تعرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، زين إحنا شلنا علاقة إذا كان هناك علاقتين بين دولتين متضررة في جانب الاقتصادي أو متضررة في الجانب السياسي، شل علاقة العراق بهذا الوضع؟ يعني هو ناقصة مصائب؟ العراق ما له بس شو سوى هاي قسمتنا هاي؟ أقول لك قبل فترة التقوا ويا علي خامنئي وقال لهم إحنا امتدادنا الإقليمي ما نعرفه، إحنا مصدر قوة عندنا. هاي لهاي اللحظة أخوي. زين شو سوى؟ ما تقول لي هاي قسمة العراقيين، هاي لازم يصحون العراقيين. صار لهم 15 سنة العراقيين شوفهم نواع، ولهاي اللحظة توهم يلا حسوا بأنه
الوضع مو صالحهم والوضع مو صالحهم يا معودين ويا اللي حكي يجون يطقونه كيلو. نعم. الوضع بالديوانيه شلون ابو محمد؟ والله مو تمام، الوضع بالديوانيه مو تمام، الوادي البطاله لا شغل لا عمل، كثره المتسولين، كثره البطاله كذا زين؟ ماكو شغل، ماكو عمل، الوادي تعبانه كلش. الله يعينكم ويفرج عنكم، ابو محمد من الديوانيه كان معنا، مع اتصال ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا الفاضل أستاذ عمر، الحقيقة نحن أعطينا إيران أكبر من حجمها، يعني لا أنا لا أمدح صدام حسين، ولكن صدام حسين استطاع أن يخرج صوت إيران لطيلة 8 سنوات، بل طيلة فترة حكمه كان العراق والأمة العربية مهابة. فأما اليوم فنحن نقول أنه إيران وميليشياتها في العراق. نعم نعم أبو طه، انقطع الاتصال مع أبو طه من بغداد. طبعا صحيفة سبق الخليجية قالت بأن إيران تنفذ ما وصفتها بالعمليات المشبوهة للحصول على الدولار من العراق. أضافت بأن انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي في العراق سببه شراء تجار إيرانيين للعملة الصعبة من الأسواق العراقية لمواجهة العقوبات الأمريكية بحظر التعامل مع طهران بالدولار. هذا ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين قولهم بأن تلك الأساليب ستغرق السوق العراقية بالعملة المحلية المزورة لشراء الدولار. كذلك مصادر دبلوماسية في العراق كشفت بأن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ بملاحقة 5 مصارف عراقية جديدة، وأوضحت المصادر بأن فريقا من المستشارين الأمريكيين يتواجد في العراق لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على مصرف البلاد الإسلامي. وبينت المصادر بأن التحقيقات بشأن علاقة هذه المصارف أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكنه اكتفى بملاحقة مصرف واحد فقط. يعني في حال فرضت عقوبات على جزء من المصارف المتواجدة في العراق هذا سوف ينعكس على قيمة العملة اللي هي أصلا في العراق متدنية أمام الدولار. يعني اليوم تقريبا سعر الصرف 125 مقابل الدولار، يعني حوالي 1025، يعني تقريبا $100 تتصرف ب 125,000 تقريبا. ففي حال فرضت عقوبات على هذه المصارف سوف ترتفع قيمة الدولار وتنخفض قيمة الدينار العراقي. معنا اتصال ابو حسين من واسط، تفضل ابو حسين. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ اذا هذه العقوبات على ايران يعني اللي موافقه بها امريكا واسرائيل والمملكه العربيه السعوديه وبعض الطائفيين، يعني انا اذا احكي الحق واقول هذا باطل، ترامب متهور، ترامب على خطا، يعني انا هنا اصبح عميل لايران لو يعني كلمه حق. لا لا مو اوكي، بس انا شو العلاقه اذا صار ابو حسين هم انقطع الاتصال، اكو مشكله. أنا إذا فرضت عقوبات على أي دولة أنا ليش أتدخل؟ أوكي ممكن أنه أتدخل إذا كانت عندي دولة ذات سيادة ومستواها الدبلوماسي قوي جدا تستطيع أن تكون وسيط لحل الخلاف، لكن أنه أنا والله أجي لأن إيران راح تتضرر أجي أشعل العراق، هذا ما معقول. ما معقول أنه أجعل العراق مثل ما هو حاليا ساحة مفتوحة لتصفية حسابات إيران. يعني هو العراق بمصائب، مديون، بطالة، يعني طالع استويته من حرب مع تنظيم داعش، أجي والله أنا دافع عن إيران لأن والله عندها خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما معقول. يعني أفرض اليوم روسيا صار فرضت عقوبات على إيران، عقوبات اقتصادية، ما استوردت الغاز مثلا، وهذا أثر على العملة الإيرانية، أنا أجي أتعارك مع الروس، ما معقول هذا الشيء. نعم. أما بالنسبة إحنا تحدثنا على موضوع هناك حديث بأن البنك الفيدرالي الأمريكي راح يفرض عقوبات على 5 مصارف عراقية تتعامل مع إيران.
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف ووتيل قال بأن قاسم سليماني قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري يقف خلف الكثير من النشاطات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف ووتيل بأنه أينما ترى نشاطات إيران فهي مخربة فسترى قاسم سليماني سواء في سوريا أو العراق أو اليمن. وأكد بأن فيلق القدس الذي يقوده سليماني هو التهديد الأساسي وراء نشاطات زعزعة الاستقرار في المنطقة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي الإذاعة العظيمة وبرامجها وعامليها. أهلاً وسهلاً. بالنسبة إلى العراق، العراق من 2003 فقد سيادته لأنه إجت سيادة أمريكية إيرانية إسرائيلية، ولهذا إيران هي المستحوذة على العراق، وهذول المسؤولين والسياسيين كلهم من 2003 إلى هسه موالين إلى الحكومة الإيرانية. ليش؟ لأنهم كلهم إجوا من إيران، أهل العمايم واللي كان جوعان واللي كان عريان واللي هاي كله لفت إيران، ولما وكانوا كلهم معارضة إلى العراق. فمن راح صدام حسين الله يرحمه هو استولوا رادوا يعني ضعف العراق، ماكو قوة في العراق، ماكو ما اجى حاكم قوي يحكم العراق. صدام كان حاكم العراق وقوي، وكان العراق كان منبذ للعالم كله والدول كلها. فهسه صار هو هسه صار العراق من مع الأسف الشديد نزل إلى مستوى الجوع واليتامى وكل شيء، والنزوح والناس عريانة وجوعانة، والصحة ماكو، الزراعة ماكو. هذا كل الأسباب اللي سووها هم الحكام اللي إجوا بناء على طلب أمريكا. أمريكا طلبت منهم من إيران أن يستحوذوا على العراق وأن يسووها ساحة للقتال، وهسه احنا ساحة للقتال، مهددين من قبل إيران، من قبل أمريكا، من قبل لأن القوات الأمريكية ما طلعت من العراق، لأن قواتها موجودة بكل أماكن العراق. ولهذا شوف إيران من تهدد بالقوات الموجودة بالعراق، واحنا الساحة الموجودة، احنا ساحة القتال، احنا ناس جوعانة عريانة. المفروض من الزعماء اللي يجون يعني هم يجون بإصلاح البلد مو تخريب البلد. باردوا ما باردوا وسلبوا ما سلبوا وقتلوا ما قتلوا، ولا يزالون الحسالات الإيرانية والحسالات اللي تحكمنا والحشد الموجود والإيرانيين الموجودين في كل مكان. زيان البارحة ومأزهار البارحة يعني مستشارة المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤول آخر في البرلمان يطالبون العراق بدفع تعويضات 1100 مليار دولار. اليوم المتحدث باسم ميليشيا النجباء يقول لك احنا إذا إيران تعرضت إلى خطر من قبل ترامب احنا راح نرد والوضع في العراق راح يتغير. يعني ليش العراق وين الحكومة عن هذا الأمر؟ يعني ما سمعنا تصريح من قبل الحكومة لا على التعويضات اللي تحدثت بها إيران ولا على من يجعل العراق يعني ساحة حرب بالوكالة لإيران لأجل عيون إيران. شن علاقة إحنا دولتين اختلفوا؟ إحنا لنا علاقة، اسمح لي، إحنا لنا علاقة، هم لهم علاقة هذول الحكام لأن هم حكام إيرانيين. لو حكام عندهم سلطة قوية وما لهم صلة في إيران ما كان يخلون إيران تبعد تتحكم بينا أو تطلب تعويض أو تطلب. إحنا ما كفانا اليتامى اللي قتلهم، ما كفانا الموت اللي إجانا من حرب العراق ويا إيران. إشقد ماتوا، إشقد راحوا، ولا يزال من ذاك الوقت وإلى أن هجمت أمريكا على العراق
هسه ما عندنا كل بيت بي ثلاثة أربعة قتلة وإيتامة متواجدة وجوع متواجد وكل ما عندنا سلطة قوية. يو جاية سلطة قوية تقدر ترجع إيران وترجع كل بلد تحارب إيران، لكن هم كل احتوائهم إيران، هم إجوا من إيران وقسم من أمريكا، وهذا الجعفري كان ساكن بغرفة هالقدوته وقنفة واحدة قاعد بيها وهسه يملك الملايين. هذا العبادي وهذا المالكي اللي نهب وسلب وودى الى امريكا الخارج، والحكيم اللي اخذ نص، هو اجوا كلهم لفوائدهم، الحكيم اخذ نص الكراده ويدعي بالدين ولابس عمامه ويدعي بالدين، هو ما حد خرب هذا البلد، ما حد خرب هذا البلد الا اهل العمايم واهل الدين اللي سلطوا على هذا العراق المسكين. نعم. وانا اشكرك. شكرا. ام ازهر من بغداد. ابو طه من بغداد يعاود الاتصال، تفضل ابو طه. استاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لجنابك الكريم، وانا حياك الله. تفضل ابو طه. اكو مشكله بالاتصال مع ابو طه. صحيفه الجريده الكويتيه قالت بان المرشد الايراني علي خامنئي اصدر أوامرا بنشر ما يسمى بميليشيا لواء الصابرين على الحدود العراقية الإيرانية. أضافت الصحيفة بأن هذه الميليشيات بدأت الانتشار على الحدود مع العراق، وكلفت بنقل تقارير مباشرة إلى المرشد الإيراني دون الرجوع إلى قيادة الحرس الثوري، وذلك على الرغم من أن لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني هو المعني بحماية الحدود ويسيطر على الوحدات العاملة في الداخل العراقي. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقام شركة نايل سات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي، ولمشاهدين الكرام لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو صالح من الرياض، تفضل ابو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخوي انا سوري مقيم بالسعوديه. اهلا وسهلا بك. عندنا العراق بالنسبه للامه العربيه هو الراس من الجسد، وكان ايام الله يرحمه صدام حسين كان العرب لهم هيبه، بعد سقوط العراق راحت الهيبة هذه، وبعدها كانت يافتات تكتب أيام الحفلات يقول لا حياة بلا شمس ولا كرامة بلا صدام. بعد ما جو هذولا من إيران وجابتهم أمريكا بمساعدة إيران وسووا ما سووا بالعراق، حتى سوريا احنا ضرونا، هذا المالكي دفع ديون عن إيران قيمة سلاح بعثه للنظام السوري لقتال الشعب السوري. هالميليشيات اللي جتنا من العراق أبو الفضل العباس أو زينبيون وفايطميون ذبحت أطفالنا، وش دخلهم فينا؟
يوم إن صار ما صار على العراق خيمة واحدة ما نصبت بسوريا. الآن العراق بالحضيب، مصائب الأمة العربية من المحيط للخليج هي إيران. إيران هي اللي دمرت اليمن، دمرت سوريا، لبنان، هذه لازم القضاء عليها. وهذول اللي حاكمين ببغداد مثل اللي يقول لا عندكم كلام شلع قلع، هذول إذا ما يظل ولا واحد منهم والله العراق لا يعيد كما كان. احنا بالعراق كأمة عربية ما نسوي شيء. العراق الأمان والأمن من البوابة الشرقية، واحنا اخواتنا العرب والشيعة بالعراق نتأسف عليهم ينجرون وراء إيران العدو اللدود بهذا اللي صرح بش اسمها هاشم موسوي مدريش. نعم. اللي يتباكى على إيران، لك إيران ايش سوت لك؟ إيران إيران دمرت شعبك وهلكت شعبك إيران. والله ما مصايبنا إلا أهلها العمائم، ما احترامي للدين، ما احترامي بس الإعلام، الأهل العمائم هم اللي دمروا العراق. وأنا مثل ما أقول لك وعيدها بالنسبة لأنك أمة عربية، العراق الرأس من الجسد، وإن شاء الله سيعود العراق وكل هذه تروح إن شاء الله. اليوم الشعب العراقي بلد الرافدين، بلد البترول، بلد النخيل، شعبه جوعان. نعم. احنا كعرب ما نصدق، كنا نروح نعيش بالعراق، نقول اللي ظام عليك الظيم روح للعراق. وين العراق اليوم بالحضيض؟ ليش يا أمة عربية؟ لازم كنا كأمة عربية ننهض ونساعد أخوتنا. أخير ما هذا المالكي هذا ولا علاوي ولا شو اسمه، هذول كانوا عايشين بأحضان إيران، ولا هذا الحشد الشعبي هذا، هذا هو رأس الأفعى، هذا هو اللي كان مجرم بحق الشعب العراقي. احنا كسوريين جانا ظلم من وراهم هذول. ايش تريدون؟ السيد زينب يقول جايين نحمي السيد زينب بسوريا. السيد زينب احنا كسنة اقسم بالله نؤمن ونسوي بها اكثر منهم. نعم. ونتعبد ونروح عليها اكثر منهم. بقى يا اخي والله العظيم انا كانسان عربي، نعم احنا كأمة عربية 20 دولة، بس لما يذكر العراق، العراق عندنا ياش يعني هو الرأس من الجسد للأمة العربية. يا عراق اصحى يا عراق، اصحى يا عراق. البارح إيران قوم حست انه بدأ العراق يصحو وينسحب منها، يريد فرض ديون عليكم 11 مليار انتم لقاء الحرب 1100 مليار. نعم يعني هسه يطالبون إيران بعد نعم يطالبون تعويضات 1100 مليار، يطالبون 1100 مليار. نعم. ليش مو احنا ناخذ منهم؟ هم المسببين. نعم. ما يصير يا أخي إذا ما كل حكام العراق قاطبة ما يظل أثر بعد عين حتى يرجع العراق. ليش الطائفية؟ من هو اللي ما يحب الحسين؟ الحسين حسيننا نحن العرب، أجا أتى من جزيرة العرب، ما أجا من قم. نعم. أهل البيت أهل بيتنا نحن، من يكره أهل البيت يسوون طائفية؟ لعن الله من يكره أهل البيت. أول الحسين عليه السلام، الحسين حسيننا. نعم. وآل البيت هذول آل من جزيرة العرب يتباكون ويسوون أنه يا حسين ويا ثارات الحسين. ليش ثارات الحسين؟ من قتل الحسين؟ قصة من 1400 عام يحيون لها الساعة حتى ينتقمون. من يكره الحسين؟ هم يعرفون يا أخي. والله إنني أتباكى على هذا العراق العظيم. نعم. عراق المفكرين والشعراء والأدباء. يعني العراق أنا والله أريد أبكي على العراق أنا. نعم. ما يهمني العربية إلا العراق. ذيك المرة يوم صارت لعبة بين فريق السعودية ومرا عليكم، والله العراقيين قاموا يحضنونهم، والله العراقيين تباكوا على يوم الجيش المنتخب السعودي على العراق.
يا أخي كفى العراق وكفاه، كفاها ما كفاه. العراق يجب أن تعود، إذا عاد تعود الأمة العربية من المشرق إلى المغرب. رحم الله صدام حسين اللي كان هو الحامي البوابة الشرقية، يوم يقول اسمك هيبة، والله هيبة لكل العرب. أول العراقي يوم يجي على أي دولة عربية أقسم بالله العظيم هيبة، يقول شوف هذاك عراقي، هذاك عراقي، هذاك صدام، يشوف بي صدام. الساعة ما الحظي إذا لاقي ما حد يريده من وراء أهل هالعمائم هذول. إن شاء الله يعود أبو صالح، إن شاء الله يعود دوامه الحالي من المحال. أنا أشكرك أبو صالح، أشكرك على مشاعرك. أبو صالح سوري مقيم في السعودية، شكرا لك. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر، وتحية للأخ المتصل من السعودية الأخ أبو صالح، وهو هذا معدن الشعوب العربية، هذا الشعب العربي الشريف اللي دا يشوف العراق بهاي المحنة مالته وده يحس فيه وده يعرف كل زين بأنه إيران هي السبب المباشر لتدمير العراق وشعب العراق. وهذا هاي ميليشيا السفهاء وبقية الميليشيات يعني يوم بعد يوم يثبتون ولائهم لإيران على حساب العراق، والمشكلة أنه يدعون بأنهم عراقيين. بس يعني أريد أسأل منو من فصائل الميليشيات ما مرتبطة بإيران؟ ولهالسبب نشوف العراق صار ساحة مفتوحة لإيران وملاليهم. وخلي يشوفوا العراقيين شلون عايشين بضيم وماكو أي خدمات من قبل الحكومة، وهم مشغولين بس بإيران. شلون راح ينفذون من العقوبات الأمريكية؟ ولو من جانب، ولو يعني حتى من جانب العراق بس، وراح يبذلون كل ما يستطيعون حتى ما يلتزمون بفرض هاي العقوبات. وبالنسبة للعباد أستاذ عمر، أنا قلتها سابقا، تصريحه بالالتزام بالعقوبات هو مجرد تصريح إعلامي، لكن اللي راح يصير مثل ما يقولون من جوا العباية راح ينسف كلام العبادي من الأساس. ومثل هذا السفيه اللي يسموه متحدث باسم ميليشيا السفهاء، بس أريد أسأله أنت وين كنت من انفرض الحصار على شعب العراق؟ طبعا هو وغيره. صدقني أستاذ عمر، يعني الموازنة القادمة يعني برأيي راح يتخصصون 80% منها لإيران. وإذا أنتوا ضد أي عقوبات على شعوب العالم يلي قاعد تتباكون على إيران وعلى العقوبات المفروضة على إيران من قبل أمريكا، هسه أكو عقوبات من قبل أمريكا على تركيا، ليش ساكتين؟ وإذا يقولون إحنا ضد أردوغان، طيب هي العقوبات ضد شعب تركيا مو ضد أردوغان. يعني بصراحة أستاذ عمر، ما أحد دمر العراق واقتصاد العراق وشعب العراق غير إيران وأذيالهم الموجودين هسه بالعراق. كل هذول اللي طلع لسانهم يعني كانوا في إيران بزمان صدام حسين، كل واحد حاط عمامة عفنة على راسه و24 ساعة يدافع عن إيران وملاليهم، وتاركين شعبهم يعانون من الجوع والحرمان. ولو أكو فعلا لو أكو حكومة بالعراق كان ردوا على هذا السفيه العميل وغيره، لكن للأسف حكومة عميلة ومرجعية عميلة وفاسدة بس يستولون على أموال الشعب من خلال الضحك على الناس البسطاء بدفع الخمس وسرقة الأموال اللي يتبرع بها ذول البسطاء المراقد الأئمة، واللي تكفي يشبع كل العراقيين. طبعا مو بس الفقراء، كل العراقيين يشبعون من هاي الأموال. وتكفي لبناء، يعني أنا برأيي أقول تكفي لبناء 10 محطات كهربائية عملاقة وبناء محطات تحلية مياه وغيرها، لكن يبقون هم فازين وهمهم الأول والوحيد هو مصلحتهم الشخصية. يعني هاي الأموال اللي موجودة بالمرجعية، بس تريد أفهم استثاني أنت ليش نايم عليها؟ وده شوف الناس يم الحاويات مال الخمام أو قاعد يدورون ويطلعون أكل ويأكلون، وده نشوفها بعيوننا على شاشات التلفزة. أنتوا ساكتين ليش؟ فلوسكم هاي المن مو أنت رجلك بباب قبرك، يعني المن راح توديها هاي الفلوس؟ أنتوا لو عندكم غيرة على شعب العراق، لكن مع الأسف أنتوا مو عراقيين، ولو عراقيين كان صارت عندكم غيرة على شعب العراق. لو عندكم غيرة على شعب العراق ما تخلون شعب العراق جائع ومتهجر بدول العالم وتارك بلده من سببكم أنتوا وبسبب فسادكم وعمالتكم وإجرامكم وميليشياتكم هاي المجرمة اللي قاعد تفتك بالشعب اللي ما خلت شيء بالوطن يصلح للعيش. يعني مستحيل الله سبحانه وتعالى راح يسامحكم على اللي تقومون به ضد هذا الشعب، وأيامكم إن شاء الله قربت وما راح يبقى لكم أثر
بالعراق كله، وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. نعم. يعني أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو عمر من صلاح الدين. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتورنا العزيز، لك ولقناتك الرائدة ولجميع الكادر الشريف. حياك الله. وأنا أعترف على الهواء مباشرة أنكم أنتم صوت الحق، والله لا نستطيع إيصال الحق إلا عن طريقكم، وهناك مسألة مخفية عن الجميع. لا. ولا سيما أهل المحافظات التي دمرت. دكتور العزيز، الكل يعلم ويقبل أن الحاشد الشقي هو الحاشد المقدس وعمل مع عمل و المدن وإلى آخره، ولكن في الحقيقة والكل يعلم أنه قد دمر ما دمر وهتك ما هتك وأخذ ما أخذ. هناك فصيل يدعي نفسه أنه أخ للشعب وأنه يحافظ على العرب وعلى الأرض وعلى وعلى إلى آخره، ألا وهو سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. أنا أقول كلامي هذا وأشهد الله على كلام في كل حرف سنحاسب أمامه. هؤلاء هم أشر الناس، ولو تسأل كيف سأنور حضرتك والسادة المستمعين تحديدا في سامراء وبلد المسيطر عليها حاليا هم سرايا السلام، يعملون ويفعلون الأحوال. يعني إلى يومنا منذ أن سيطروا على تلك المناطق وإلى يومنا هذا، المعتقد الذي يأخذه سرايا السلام لن يرى أهله مطلقا أبدا. وإلى يومنا هذا منذ 3 سنوات إلى 4 سنوات معتقلون لا يعرف أهلهم عنهم شيء إطلاقا. نعم. وليس لهم أثر. والدليل هناك مخيم للنازحين في ناحية الإسحاقي. هذا المخيم أخذ، لا أقول جميع ولكن غالب شبابه أخذ، واليوم المخيم فيه نساء ليس لها إلا الله. لا، بل أقول لك أكثر وأشهد الله أن هناك اعتداء على هذه النساء من قبل أولئك. فأين الضمير؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، هناك سيطرة تسمى سيطرة الحوش. الكل يعلم، وأهل صلاح الدين حصرا الآن إذا يسمع يعلمون كلامي إن كان صادقا أو كاذبا. هذه السيطرة فيها سرايا السلام، يعني ضيعت الشباب، أكلت الناس، يأخذون الناس، يأخذون الأموال، يسيطرون على كل شيء. النواحي أخرى، حاقي سامراء الأخرى من المجاورة لبلد، يأخذون ما يشاء. مسألة أخرى، كل سجين إلا من رحمه الله، كل سجين يأخذ إفراج من تلك النواحي من المحاكم الجنائية، يصل إلى أهله سالما سيذهب إلى السراي ولن يرى الدنيا. يعني لربما بعض الأحيان الميليشيات كلها ميليشيات وكلها قاتلة، ولكن في بعض الأحيان ربما يفرج عن أحد سواء كان عند جهة أخرى، لكن إذا ذهب إلى السراي لن يرى الدنيا قطعا ولا يعلم أهله أين هو أبدا. فليعلم الجميع وليعلم الناس إن هذا الفصيل هو ليس فصيلا عراقيا أبدا، تابع لإيران، ويقتل الناس بالدم البارد ويدعي أنه وطني وشريف و نعم. ف
فهذه المسألة أحببت أن أوضحها لأني لم أرى أحد في يوم من الأيام ذكرها والناس تعلم. والآن لو تأتي لجان إلى المخيمات الموجودة في الساقي وكان الراب وغيرها وغيرها ستجد كلام قاضي أن ستجد نساء بلا رجال، ستجد نساء يمارس عليها الضغوط لا بل حتى الاعتداء على الأعراض. وإن هذا الموضوع لا يندى له جليل والله. ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملئ للظالم حتى إذا أخذه لا يفرجه أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن العراقيين آمين يا وأن يكسح هذه الميليشيات الوسخة، أن يوضح هذا الأرض هذه الأرض المباركة وهذا الشعب المظلوم. وأنا جدا مدين لكم وممنون لكم وأسأل الله أن يوفقكم وأنتم صوت الحق. وجزيل الشكر لك دكتوري العزيز ولكل الكادر والمخرج والمسلم. العفو أبو عمر، هذا واجبنا. احنا نشكرك أبو عمر من صلاح الدين كان معنا. خلونا نقرأ رسائل واتساب. يقول أبو مختار الجميلي السلام عليكم، يقول هذا مما يدل بأن إيران آيلة للسقوط لا محال، وتعتبر العراق بالنسبة أو يعتبر العراق بالنسبة لإيران الخطوط الخلفية، فتريد أن تحتمي به من باب تهريب الأموال إلى إيران، ومن باب ثاني تريد قمع التظاهرات وإبقاء هذه الحكومة الفاسدة التي ضيعت العراق على مدى 15 سنة. لكن المفاجأة التي ستبدأ في نوفمبر القادم شهر 11 العقوبات الفعلية على إيران وهذه القشة التي سوف تقسم ظهر البعير. تحياتي لك أستاذ عمر. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، الحل الوحيد في العراق هو حكومة إنقاذ وطني شريفة والقضاء على هذه الأحزاب والميليشيات المجرمة. وإذا الشعب ينتظر تشكيل حكومة جديدة هم نفس المجرمين راح يشكلون حكومة، يبقى الفساد والقتل وسرقة أموال العراق بأمر من أسيادهم الإيرانيين. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، بأن العراق أصبح ساحة للصراعات، وبرأيي كما يقول لا يصح هذا الوضع إلا بانتفاضة عسكرية، لأن شرذمة الخضراء لا يعرفون معنى التظاهرات السلمية. المختار من الحلة. رسالة أخرى من نفتح الرسالة من أبو عيسى يقول فيها أخي عمر خير الكلام ما قل ودل، ما يصفى العراق إذا ما تنتهي إيران وميليشياتها الطائفية. العباد مجرد ديكور لا يحل ولا يربط كما يقول أبو عيسى. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحياتي لك وللعاملين ولكل العراقيين الشرفاء. أهلا وسهلا. أستاذ إحنا بس بدنا نحكي يعني اللي سمعت الأخوة اللي يتكلمون يعني هذا يعني إنه يثير فينا الحزن، يعني لأنه إحنا تأذينا من إيران والعقوبات اللي فرضت هي عقوبات حوبة العراقيين اللي راحوا، حوبة السوريين اللي انهدر دماءهم وقتلوهم، حوبة أهل اليمن، حوبة حتى الروهنجا اللي في أمريكان، وكلهم ترى كل مشكلة في العالم الإسلامي هي إيران كما تردين السودان. سبحان رب العالمين. بس الروهنجا جابهم على إيران. نعم الروهنجا شو لها علاقة بإيران؟ هو قتل المسلمين لازم انه يرتاحون يقتلون المسلمين. يعني ايران هي هاي يعني تصور دول الخليج فاتحين معابد الهندوس، على شنو فاتحين معابد الهندوس؟ شنو اسمه يدخلوهم بالدول العربيه والوطن العربي حتى يستفادون من فلوسهم؟ ليش انتم فلوسكم قليله؟ يعني بعدين العقوبات اللي فرضت على ايران، أنا أقول إنه حوبة أهل سوريا وأطفاله، حوبة الأيتام، حوبة شباب العراق اللي راحوا. هسه إحنا نطلب من الشباب أهل الجنوب يسألون لشباب أهل السنة في كل الوطن العربي والشباب الشيعة اللي راحوا في المظاهرات. إحنا نطلب إنه ليش الصغار الأحزاب يقومون بعملية تهديد أمريكا؟ خلي يطلعون رؤساء الأحزاب هم يقومون بعملية تهديد أمريكا. شوفوا أمريكا شو راح تسوي فيهم.
إيران العراق تعتبر إيران تعتبر العراق هي رئة إيران. لا. لأنه هي الهواء اللي تتنفس وتعرف أنه في حالة وجود أي مشكلة تصيب إيران أنه العراق والحكومة العراقية والأحزاب هي تقوم عملية تمويلهم. البارحة في المنصور قاموا القطاعات الأمريكية بإلقاء القبض على أموال مهربة إلى إيران وأخذوهم إلى السفارة الأمريكية. أم عبد الله من بغداد نعتذر لك يعني انتهاء وقت البرنامج، فقط نقرأ رسالة أخيرة من أبو حسام النعيمي يقول: لن ينعم العراق وشعب العراق بالأمان والاستقرار إلا بالقضاء على المعممين الفاسدين والفاسقين واعتقال كل السياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطة الذين فقدوا كرامتهم وباعوا العراق لأسيادهم الإيرانيين وأصبحوا تابعين أذلاء لدولة الإجرام إيران. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.